نورت يا سيد الحاج. ألف حمد لله على السلامة يا أخويا. الله يسلمك. ربنا يكرمك. تصدق بإيه يا حاج؟ كل مرة بتسافر فيها بتوحشنا أكتر من كل مرة. والله وأنت كمان يا وهيجة. أمال أنا أعمل إيه بقى يا بابا؟ أنا مش هخليك تسافر تاني إلا رجلي على رجلك. تعالي يا بنتي يا عكروت، أدي هنا. يلا إزيكم اتنين. أيوه. إيه ده؟ أمال فين الواد أخوكي؟ أنا مش سامع له حس. الواد ده كان وحشنا أوي. مش عارف ليه كان هافف على دماغي طول ما أنا في السفر. اجري يا مروة، اطلب أخوكي في المغلق وقولي له يسيب كل حاجة في إيده ويجي بسرعة. إيه ده في المغلق؟ هو بيروح المغلق دلوقتي؟ مش هتصدق يا بابا، الصبح وكمان بعد الظهر. يوه، قول الله أكبر يا بنت، امسك الخشب، هتحسد أخوكي ولا إيه؟ بسم الله ما شاء الله، بيروح منه لنفسه كده؟ ما أنا قلت لك يا حاج، فتح ابني ما بيجيش إلا بالمسايسة. الله 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 الله، وأنت فيه زي مخك مخ أم فتحي. طب يا ترى بقى جبت ايه لام فتحي اللي عاجبك مخها؟ ام فتحي شو البنت اللئيمه، لئيمه الاميه البنت بنتك دي. طبعا هي عايزه تطمن انا جبت لها هي ايه من السفر. ربنا يخليك لينا يا اخويا وتجيب لنا كل حاجه، هو انت بتنسانا ابدا؟ وبعدين يا بنت ما تطلب اخوك، انا عايزه ضروري. ما انا بطلبه يا بابا اهو، ما حدش بيرد. معقوله دي؟ انت مش بتقولي انه قاعد على طول في المكتب؟ يو، وانا هضحك عليك يا حاج، انا لسه مكلمه بنفسي عشان اطمن عليه عامل ايه في الشغل. امال ايه اللي حصل بقى، راح فين يعني؟ يمكن يا اخويا خد خبر ان انت جيت، لقي زمانه طالع على السلم. هياخد خبر منين بس؟ يمكن حميده قالت له. وحميده هتعرف ازاي يعني؟ هو بورع يقدر يوصل من غير ما يديها خبر؟ ما انت عارف بنتك حميده دي كانت كلته وقرقشت عظمه كمان. والله عندك حق يا حاجه، البت دي طالعه قويه، امها برضو كانت كده الله يرحمها. عليك برضو يا حاج. على مين يا بهيجه؟ ده لسه ما خلقش. انا مش فاهم بس اخوكي ازاي يجي الشقه من غير ما امره؟ اخوكي كان دايما بيجي الشقه بامري، ايه اللي جابوه مش عارف. يمكن كان مزنوق في حته تعميره ولا حاجه. تعميرت ايه؟ تعميره معسل. لا ان شاء الله. هو انت فاتح البيت عندك غرزه ولا فاتحها غرزه؟ لا يا روحي، انا فاتحها عشان اذاكر فيها. تذاكر فيها ولا تجيب فيها نسوان؟ ها نسوان؟ نسوان ايه؟ ايه الكلام اللي مش موزون ده؟ ما انت جيتي الشقه لقيتي فيها حد. لا ما لقيتش فيها حد، كان ناقص هادي واظبطك بايديا الاثنين. لو مش مصدقاني اسال اخوك سالم. يا مصيبتي، اقول لسلم اخويا عشان يشك فيا ويذبحني؟ لا يا اخويا، عن اذنك مش هتاخر. استني بس، هو انت على طول كده مستعجله؟ لما نخلص كلامنا. ما انت كلامك خلاص ما بقاش بيودي ولا يجيب. انا هروح بقى لست فوزيه عشان اتاخرت عليها. استني بس، استني لما اخلص كلامي. كلامك كله حافظاه، عندك جديد؟ طبعا. اقعدي بس كده، ده انا هقول لك احلى كلام، كلام هيبسطك. طب ابسطني يا اخويا. قولي لي يا سمسمه، مروه العقاد صاحبتك قوي مش كده؟ ليه مرحبا، تعرفت عنها حاجه؟ ايه يا بنتي مالك، انت اتخضيتي كده ليه؟ انا بسال. انت اسئلتك تخوف. لا والله، انا قصدي شريف. كده بقى، بس لو كده بجد تبقى عرفت تنشن يا حضرة الظابط. ويا ترى نشنت على ايه بقى؟ مروه العقاد يا خالتي عجباني قوي. انا حسيت بكده من يوم ما شربت الكاكاو مع بعض هنا، وعشان كده كل ما تيجي عندنا تطلب كاكاو. لا والله يا خالتي، ده من قبل كده بشويه. ونعمل اختيار يا ابني. بس انت عارفه الحال. حال ايه يا حبيبي؟ انت ما شاء الله مركزك زي الفل، ولسه كمان هتترقى، يبقى ما فيش حد زيك في الدنيا. وبعدين معاك يا سي فتحي، هتفضل ماسك ايديا كده كتير يا اخويا؟ انا مبسوط كده. بس انا مش مبسوطه. ليه بس يا روحي؟ وجعاني. هي ايه دي اللي وجعاكي؟ ايديا وجعاني. طب تصدقي احسن بقى، خليها توجعك زي ما انت واجعه قلبك كده. وحشه كبيره يا حاج، حد لله على السلامه. حكرك يا فتحي. الله حق المغلق. طب من غيرك. وحشتنا قوي. ابوك رجع. ايه؟ ابوك رجع. ابويا ابويا زمان على المركز. لو شافني هنا تاني هقول له بعمل ايه؟ هقول له بعمل ايه؟ بركه نرجع لنا بالسلامه يا حاج. الله حق المغلق كان مضلم من غيرك. والله وحشتنا قوي يا حاج. ربنا يبارك فيكم. عقبال ما نبارك لكم وانتوا راجعين من الاجازه جميعا ان شاء الله. بس ايه ده؟ البنت ورده فين؟ ما جاتش تقول لي الحمد لله على السلامه ليه؟ ألف حمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك. إيه وصلت إمتى؟
جيت من شويه يا دوب رحت البيت غيرت وجيت لك. ده حتى اختك مروه حاولت تكلمك في التليفون بس انت ما ردتش. ايه التليفون ما رنش؟ هو التليفون رن يا بنت ورده؟ هلا يا سي فتحي، انا لسه داخله حالا دلوقتي، ما اسمعش حاجه بترن. سبحان الله، هتسمع بين من انجليزي داخله دلوقتي. وحشتني قهوتك يا ورده. قهوتي بس يا حاج، يعني الشاي لا؟ شاي. يا بنت ابو شاي. جبتيني معاك ايه يا حاج؟ ما تستعجليش على رزقك كده، ما تخافيش ما نسيتكيش. انا جبت لك حته قنبله تنفجر فيكي وفي اهلك ويخلصني منكم. بس عليك يا حاج، انا هشتكى لست بهيجه، هي دايما اللي بتنصفني. تنصفك يلا بتعمل لها ويمشي يمشي. حاضر، الحمد لله على السلامه يا حاج، نورت الدنيا كلها. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. نورت مكتبك يا حاج. مكتبي؟ ده مكتبك يا ابني. قوم يلا يلا بطل، اتفضل اقعد على المكتب كده ووريني العظمه. انا ده مكتبك يا حاج؟ يا ولد يا ولد، انا سبت امك واختك مخصوص عشان اجي اشبرق عينيا بمنظرك وانت قاعد على المكتب منوره. يلا يلا. طمني يا معلم، وانا مسافر انت بعت ايه وايه من الاصناف؟ ايه اصناف؟ ايوه اصناف، اصناف الخشب. هيكون اصناف ايه يعني؟ بعت ايه من اصناف الخشب لما انا كنت مسافر؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه.